المزيد من تفاصيل حول الشأن السوري تسرنا استضافة المحلل السياسي صالح فاضل الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك سيد فاضل. مرحبا بكم، أنا الآن في الداخل السوري في مدينة الباب تحديدا. مرحبا بكم. أهلا بك. في أي مدينة المعذرة؟ مدينة الباب على الحدود السورية التركية. على الحدود التركية. نعم. نعم. أبدأ معك من خلال تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قاعدتي حميميم وطرطوس سيواصلان عملهما بشكل دائم. برأيك كيف سيؤثر ذلك على ميزان القوى في سوريا؟ الحقيقة نحن يعني من عدة سنوات هاتين القاعدتين موجودتان في سوريا بالإضافة إلى قوات برية وإلى الصواريخ البالستية التي يقذفها الروس عبر البحار باتجاه سوريا، ولكن الثورة السورية ما زالت مستمرة، وهذا ما هو يدل إلا على وحشية الدب الروسي وأن رسالته لا يمتلك أي رسالة إنسانية في هذه في المجالين السياسي والاجتماعي، إنه نظام وحشي قاتل. لكن هذه القواعد وغيرها لن تبقى في سوريا طالما الروس كانوا موجودون كمحتلين وليس عبر اتفاقات شرعية، وإنما عبر اتفاقات مع نظام مهزوز، نظام فاشل، هو عدو للشعب، عدو للأمة، عدو للإنسانية. نعم. وسمعت تقريركم قبل قليل عن موضوع وجود داعش في مناطق النظام والذين يسيرون بالتوافق مع النظام. أقول لكم أن معلوماتنا المؤكدة أن جنود النظام أصبحوا يلبسون لباس التنظيمات الإرهابية لكي يرسلوا للمجتمع العالمي أن سوريا ما زالت تعاني من الإرهاب والإرهابيين، بينما هم جنود النظام بلباس وهيئة تدل على تنظيمات متطرفة، والمتطرف الأكبر في سوريا هو بشار الأسد، هو صانع الإرهاب وصانع التطرف. أستاذ صالح، فقط لنكسب الوقت ونناقش معك العديد من النقاط حول الملف السوري، ننتقل إلى تحركات المتسارعة الجارية حاليا حول تهجير أهالي الغوطة الغربية. إلى أي مدى ترى أن مشروع النظام السوري الذي أطلق عليه النظام مسمى سوريا المفيدة قيد التنفيذ؟ نعم، النظام يريد أن يستبق تطبيق النظام القوانين الدولية ومقررات مؤتمر جنيف واحد، لأنه علم تماما وبالتوافق مع روسيا أن مؤتمر سوتشي القادم هو مؤتمر فاشل لن يلم إلا الفشل من السوريين والفشل من النظام، وبالتالي يريد أن يستبق الأحداث ليغير التركيبة الديموغرافية للمنطقة. ولكن نعد شعبنا، نحن كثوار سوريين، أننا لن نقبل بأي عملية سياسية لا تعيد الأمور إلى مجاريها ولا يعيد النازحين إلى مدنهم. نحن لن يهدأ لنا بالا ولن نلقي السلاح حتى يعود السوريون والمهجرون إلى بيوتهم وأماكنهم معززين مكرمون. وما هذه الأعمال إلا هي أعمال انتهازية ضد الضعفاء المسلوبين الحرية في هذه الظروف. ولكن لفرعون قد انتهى، وشاه إيران قد انتهى، وسينتهي بإذن الله نظام الآيات الإرهابيين وحزب الله ومعه بشار الأسد وزبانيته. أعود معك الآن سيد صالح إلى النقطة التي أشرتم إليها في ردكم الأول حول اتهام التحالف الدولي للنظام بتجاهله عناصر تنظيم الدولة في المناطق التي يسيطر عليها. هذا ما أكدته ربما المعارضة السورية في جنيف 8. يعني ما هي الخطوات التي تتوقعون أن يتخذها التحالف الدولي إزاء هذه ربما غض النظر النظام عن تواجد عناصر تنظيم الدولة؟ التحالف الدولي مع الأسف هو تحالف لا يمتلك أي مصداقية، لا هو ولا القوى العظمى. القوى العظمى بأجهزتها الاستخبارية وبأقمارها الصناعية وبأجهزة التنصت التي يمتلكونها يعلمون أن هناك تعاون ميداني حقيقي بين داعش وبين النظام الروسي وفي حقول النفط وفي غيرها. ونعلم أن كافة التحركات العسكرية هي وفق تنسيقات مع تنظيم البي كي كي الإرهابي في سوريا ومع النظام السوري ومع إيران
إيران وما عصابات داعش إلا هي جزء لا يتجزأ من النظام والتحالف الدولي الذي يكتشف ويقول عن نفسه يكتشف. أقول إنه أكبر تحالف كذاب دجال، لأنه يعلم كل هذه الحقائق منذ زمن طويل، بل ربما يرعاها في بعض النقاط الاستراتيجية في هذا السياق. في هذا السياق بحديثكم عن تواطؤ قوات التحالف الدولي مع نظام الأسد، ما ماذا يعني، هل بإمكان إعادة إنتاج الأسد في سوتشي وفقا لما يقوله مراقبون، وما هي توقعاتك لهذا المؤتمر؟ أستاذة، أولا موضوع سوتشي موضوع منتهي منه. النظام يحاور نفسه بنفسه، الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، المجلس الإسلامي، الجبهة الشرقية، الجبهة الجنوبية، كافة الثوار الأحرار رفضوا سوتشي، بل يعتبرون أن من يحضر سوتشي سيكون وسيصنف في خانة أعداء الشعب السوري. نحن لن نسكت حتى على أي سوري يحضر سوتشي، وسنستهدفه على أنه من الخصوم ومن الأعداء ومن الانتهازيين. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السوري صالح فاضل، كنت معنا من مدينة الباب من الحدود السورية التركية.